العكر. انا زوي عكر، حوش الله يرحم كريم وديك الشركسي. ده كان ماضي على فكره، ماضي اسود اصلا. ايه ده، الحضر بعت لي اهو حسن حبيبي. هو لحق يبقى حبيبك؟ احنا هنعيده تاني. خليكي في حالك، يوري نقابلهم في الدايفنج. قشطه، يلا يلا. مش قلت لك حبيبي؟ انت هتجننيني على فكره. ايه ده يا عم حسن ده؟ ايه رايك بيبي؟ مية مية يا معلم بيبي، خش غير بقى. لا بلاش يا بيبي، انا هقعد استناكوا هنا، ما اعرفش اخلص. وبعدين انت عايز نلبس ده فضح البشريه دي؟ ده فضح بشريه يا عم، انزل شوف جمال بلدك من تحت المايه، مش لما تشوفها فوق المايه. بقول لك يا حسن، هو انت ما بتعرفش تعوم؟ اه. طب يا حسن، الغطس بيبقى عكس العوم، يعني انت كده في التمام فعلا؟ اه. ايه ده، مين ده؟ انت مين يا عم؟ انا دنيا، خلصونا بقى. افتكرتها احدى بنوتردام. استنى، دي ليلى. الو، اه يا ليلى، انا في السنتر، انتوا فين؟ هغطس؟ طبعا هغطس، حد يجي شرم وما يغطس؟ لازم تشوفي جمال بلدك من تحت. ليلى، انت شكلك كده ما بتعرفيش تعومي. لا بصي بقى، هو الغطس عكس العوم على طول، يعني انت كده في التمام. بصوا بقى، لو حد اتلسع من الفاير كورلز وطلع يوحوح، أنا مش مسؤول. ولو حد سرح أكتر من 18 متر وبدأ يناركس وافتكر نفسه فريد شاوي وبيدور على رأس البحر، ما يخصنيش. ركزوا بقى في اللي جاي. القرش لو ظهر تحت المية نتعامل معاه كأنه كلب بلدي ماشي في الشارع. ماشي؟ حد عنده أي أسئلة؟ اللي عنده أسئلة يلخص، أنا بتخنق بسرعة. لا مؤاخذة يا باشمهندس، هو يعني بالنسبة للكلب البلدي ده هنهشه ولا نزقله بالطوبة؟ إيه يا عم؟ بالك ساعة اياكوا وركزوا، وناس تاهت وناس ماتت، واحنا جايين ننبسط ولا جايين نفجر المدمرة عيلات؟ مش عايز هزار. مين فيكوا أول مرة يغطس؟ أنت وهي تعالوا معايا. والباقي جاي. ها ليلى، عاملة إيه؟ أساعدك في حاجة؟ طب تساعدني في إيه بقى؟ وأنت أول مرة تغطس زيك زيي؟ طب خلينا نجرب. طب ما ايه رايك نجرب تجربه احلى؟ ايه؟ نلبس عوامتين وزده ونشوف بلدنا من فوق المايه. خليني نشوفها تحت المايه، هتعجبك قوي. طب ممكن ما تسيبنيش تحت المايه؟ وما تسيبينيش انت فوق المايه ممكن؟ يا نهار اسود. ما تقلقيش، بهزر معاك. يلا نجهز. يلا يلا. ايه يا عم، مش تحاسب؟ انت سكران ولا شارب ايه بالظبط؟ عادي يعني، ايه اللي حصل؟ معلش، اصل دي اول مره اغطس فيها لوحدي كده يعني. يا نهارك اسود، امال كنت بتغطس مع مين قبل كده؟ اجانب. ايه؟ بس احنا في عرض. بس انا عمي صاحب المركب دي ومطلع عين اهلي اللي جابوني، ودي اول غطسه ليا لوحدي. كل مشكله تحصل يقول لي شايف الانابيب اللي هناك دي؟ عارف احطها فين؟ ايه ده، انت تعرفي عمو؟ لا بس اعرف عمته. فكريه؟ لا مجد، بقول لك ايه، ما تقلقش، انا بعمل دايفنج بقالي 7 سنين وهنزل معاك بادي. بجد من نعمه، الله يسترها معاك يا شيخه دنيا واخره. طب اسم حضرتك ايه يعني؟ بس عشان انبهلك تحت المايه لو حصل حاجه. فريده. الله، ده اسم ملوكي، محسوبك روبرتو. بقول لك ايه يا دنيا؟ ايه؟ هي ليه الانبوبه بتاعتي مختلفه عن الانبوبه بتاعتكم؟ ايه ده، بتطفيت حريق؟ انت رايح يا عم ترخص في المرور؟ اللي لقيتها بقى. طب يلا سندني. بس تصدقي لونها احلى. يلا يا اخوانا، القرش لو ظهر نتعامل معاه كانه كلب بلدي ماشي في الشارع. يلا روبرتو، روبرتو وقف وقف، القرش كده 4 المان. يلا يلا يلا، بس ما تقلقش يا ريس، ما احناش المان. انت عملت ايه يا عم؟ لا 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 ما تقلقيش، هننزل ميه ازاي بس يا ماما والقروش دي؟ لا كله تمام. حسن، انا خليت لك الجو ظبط بقى. ها، واقلع بدله سبايدر مان دي. طيب يا حبيبتي، هكلمك بعدين. ماشي، باي باي، مع السلامه. حسن.
حسن. غادة ازيك؟ ازيك انت؟ ايه الصدفة الحلوة دي يا سونا؟ انا تمام الحمد لله. شكلك يهبل في الدايفنج سوت. وانت كمان يعني ما شاء الله عليكي يعني. والله يا حسن ده انت سكر خالص. والله ده انا كنت لسه بكلم طنط سميرة وبقول لها حسن ده محترم وطيب، بس يا رب يا رب ما تكونش زعلان مني من اخر موقف حصل بينا. لا لا خالص، ازعل منك ليه؟ ده انا اللي زعلت علشانك. انت ليه بتقول كده؟ ازعل منك؟ وكمان يا حسن احنا ما لحقناش نقعد مع بعض يعني. هنقعد مع بعض يا غادة؟ هنروح فين يعني؟ اول ما نرجع على طول ان شاء الله نبقى يعني نقعد مع بعض. بجد؟ يا حسن رجلي حسن. دي ولا يا رب؟ ايه يا ليلى؟ ايه اللي حصل؟ رجلي يا ليلى انت ناويه يا جماعه؟ حد يشيك على التنكات ويشيلها من هنا. ورجلي ليلى يا عم. يا عم ورجلي ليلى. واو يا حسن على الشهامه والمرجله. طب وحياه طنط سميره بقى تنزل معايا الغطسه دي. تاني ايه اللي حصل؟ سكسي يا خان، سكسي يا خان يا حسن، سكسي يا خان. سلامتها يا سونا. يا حسن يا لهوي، جالي هبوط هبوط مفاجئ. شيلني شيلني يا حسن، مش قادره اقف. شيلني ماشي من هنا. بكلمني يا حسن. اتفضل، هتكوني احسن دلوقتي ان شاء الله. اصل انا هبطت فجاه، مش عارفه ليه دخت كده وجالي هبوط مفاجئ. ايه ده؟ انت بتلبسي نظاره؟ وحشه؟ حلوه جدا. ايوه. دي غاده. ايه؟ جالي هبوط تاني، تعبانه. طيب تحبي نقوم نتمشى؟ انا ابويا لما كان بيجي له هبوط كان بيمشي. انا ابويا كان بيجري بقى على فكره. يلا. انا اسفه قوي اني اتدخلت بينك وبين صاحبتك فجاه كده. مين؟ غدا؟ لا غدا مش صاحبتي خالص، بتبقى بنت عم خاله مرات واحده صاحبه جارتنا مش اكتر. بجد؟ اه. ده انتوا تعرفوا بعض من زمان قوي على كده؟ لا مش من زمان قوي ولا حاجه، يعني انا وهي اتقابلنا مره كده بس مفيش بينا كيمياء. طب وليه مفيش بينكم كيمياء؟ يعني في حاجات كده انا بقف عندها في البنت، ده غير ان هي برج العقرب وانا سرطان والسرطان والعرق. انت برج السرطان؟ اه. قول والله العظيم. والله العظيم ليه؟ انا كمان برج السرطان. كان قلبي حاسس والله. قصدي يعني انا فاهمه، انا فاهمه كويس قوي انت بتتكلم في ايه على فكره. انا عارفه انت قصدك ايه، الحاجات دي بتبوظ لما تبقاش مظبوطه على فكره. ايوه انا فاهمه طبعا، مظبوط. طيب وايه كمان بتقف عنده في البنت؟ لا هي مش حاجه معينه، بس عارفه لما تكوني قاعده مع حد ويبقى في زهق كده فتطلعي تليفونك تدوري فيه على اي حاجه، تلعبي جيم، يعني عمرك حسيت الاحساس ده؟ يوه كتير قوي. بس تعرف انا اكتشفت حاجه بقى في الاخر، انك انت لما بتيجي على نفسك عشان تبسط اللي قدامك او تعمل حاجات عمرك ما كنت متخيل انك تعملها عشان يبقى فرحان، اعتقد ساعتها بتحس انك ممكن تكون بتحبه يعني. وبتقف عند ايه كمان؟ هي مش حاجات كتير بس اولهم تنزل دنيا. ما تنزلي بقى يا دنيا، انا ضهري وجعني. مش نازله. لا انزلي. اوه انزلي بقى. طب والله العظيم لو هقتلك. لا الاصل ده حرام عليكم. الاصل. طب طلعي العيال من جوه. ده العيال بلدنا. اطلعي اولاد بره. الموضوع هيكبر. ماشي يا دنيا، ماشي يا دنيا، شوفي بقى مين النهارده هيفسحك بالليل. فضح بنتهم ودنيا دول هربانين من فيلم الكرتون. ايوه فعلا هم حياتهم كلها كرتون. انا اصحاب من ايام الجامعه دايما كنت اذاكر لهم، هم يجيبوا جيد جدا وانا اجيب جيد ازاي ما اعرفش. ايه ده؟ وانا كمان فريده كانت دايما تغش مني في امتحان التربيه القوميه. ايوه وبعدين؟ بس هي دي الحكايه. محدش يجيب سيره فريده يا ظريف منك ليها. ايه ده؟ اهلا اهلا. اخبارك ايه يا ليلى؟ اخبارك ايه يا حسن؟ امل ها اخبار رجلك ايه؟ احسن الحمد لله. احنا بالليل سوا ها. اكيد. طب انجوي بقى يا فريده، استنيني يا حسن. بركاتك يا استاذ حسن. رجلك كويسه دلوقتي؟ احسن كتير الحمد لله. قولي لي بقى ليلى، يعني انت عمرك عملتي حاجه غريبه مش متعوده تعمليها عشان خاطر حد؟ عشان صحابي عملت بقى. لا لا مش صحابك، حد يا ليلى. ولد يعني؟ طبعا عملت. يعني أنا مثلاً ما بشربش خالص، وأول مرة في حياتي شربت عشان كان في ولد عاجبني بيشرب. طب أنت بتضحك ليه؟ متضايقني ما بشربش؟ لا بس أنا عملت زي كده بالظبط. أول مرة شربت فيها كان عشان خاطر واحدة، بس بعدها اتضايقت من نفسي أوي. طب وكملت بتشرب ليه؟ عشان تنسى. لا مش عشان أنسى. أمال إيه؟ عشان أعجب، وده أسوأ بكتير. بس عارفة؟ أنا النهاردة حاولت اعمل حاجه غريبه انا مش متعود اعملها عشان خاطر حد. ايه؟ حاولت اغطس وانا اصلا ما بعرفش اعوم زيك كده. We'll be right back.
يا حبيبتي. على فكرة أنا في حاجة كنت مخبيها عليك. إيه هي؟ أنا بشتغل ضابط المخابرات الإسرائيلية، واسمي الحقيقي دانيال. ماشي يا سيدي. شالوم يا سيدي دانيال. في إيه يا عزت؟ وقفت ليه؟ مأذنينه هي كريم عدكان حدشوت في عخشاف عين مأحوري هكوترو 29 شنيم هال حتيمات هسكيمي هشالوم بين متسرايم لإسرائيل اللي في دفوحي مع عريخة هبتحون بعصور هأحرون لتبسوع 25 رشتوت رجول إسرائيليوت بمتسرايم كموخين هجيع مزبار هميرجليم شجيس هموساد بحماش 20 هشانيم هأحرونوت لشيشين في أربعة ميرجليم لخين أنحنو شؤاليم هايم يستيم همأفاك عربي إسرائيلي ويتمشيخ لنتصح جفروتاي ورابوتاي عد كان هيوم هيا إدخيم بألبان مصطفى عبد الرحمن شالوم ميكول كهير. أيوة فن تحت أمرك. في معلومات إن ليفي والمجموعة اللي معاه هيسيبوا البلد النهاردة، علشان كده جات لنا تعليمات إننا لازم نتحرك بسرعة. الخطة اتحطت، قوة الاقتحام محاصرة البيت دلوقتي. أنت طبعًا هتخش معاهم، بس لازم نتأكد إن ليفي يخرج سليم، فاهم؟ دي مسؤوليتك يا مصطفى. نفسك يا ليف المكان كله محافظ.
تكلم نفسك، مفيش فايدة. كان نفسي، بس للأسف عايزينك حي. اطلع بدل ما غير رأي. اطلع اطلع اطلع. الو، مشنو هاي الشا؟ هي عدايم بهلم، هي لو أخلت ولو شو تاكلوم. كل هزمان هي مستجارت بحضارها القديم. انت حياب لشلوت عليها، عخشاف هي بسجود، هي تعسيقتها كل كده ليش تحرير منه. سريق لهفير لا، إم هي تعسيق بعيود تجلين بيوكر في هيو هشلخون لو طفوت. هل تتأجي الشيء؟ أنا احنا بقول فني كشلوشا يمين زعنيان شل زمان. أنا يودي عم تصريخ لعصوت. سمعت دانييلز، أنا وافقت أنك تجيبها، بس ما بسمح لك أبداً أنك تضرني وتضر البلد، مفهوم؟ من فضلك يوشا، لدعتي אתה לא שופט אותו בצורה אובייקטיבית, כי הוא ספרדי ואתה ספרדי, אתה לא שופט אותו בצורה נכונה. איך את מייזה? מה סמעתי שאולת לו? انا اصلا ما وصلت للمكان هاد الا بسبب اخلاصي לאסראיל. סליחה, אני מצטער. אנחנו מדברים באמת על מספרים שנעים בין 70,000 سارة يوسف ويش كمان فين؟ ولادي فين؟ صباح النور يا حبيبتي. رد عليا، وديتهم فين؟ ما تقلقيش قوي كده، هم اولادي برضو. طبعتهم لما احس انك هديتي ممكن اتفاهم معاك. تتفاهم معايا على ايه؟ على ايه بس؟ اللي بتعمليه ده مش هيساعدك ومش هيوصلك لاي حاجه. واللي انت بتعمله ده هيوصلك ليه؟ مش عايزه تاكلي؟ مش جعانه؟ مش عايزه ادفع حاجه. اضربها يعني. انا عارف ان اللي حصل ده كان صعب، بس احنا لازم نعديه ونكمل حياتنا بشكل طبيعي. طبيعي؟ اللي بينا عمره ما هينفع يبقى طبيعي. انت اتجننت ولا ايه؟ انا مش مجنون، انا جوزك وانت مراتي ام ولادي، وده عمره ما هيتغير. انا ما اعرفكش، ولادي دول ولاد راجل تاني. الراجل ده بقى ممكن يكون اختفى، مات، او يمكن ما كانش موجود اصلا. وانا هعرف اكمل حياتي، مش هكون اول ولا اخر واحده تخسر جوزها. بس اديني عيالي ورجعني مصر وانساني، وانا عمري ما هجيب سيرتك ولا اقول لهم حاجه وحشه عنك. والله العظيم عمري ما هقول لهم حاجه وحشه عنك. لا يا سلوى، لا يا حبيبتي، دي بلدي وهنعيش فيها مع بعض. انا ما بقولش ان عايزك دلوقتي حالا تتقبلي ده وتتعاملي معاه بشكل طبيعي، لا، لازم تأهلي نفسك لكده. يعني مش هتصحي من النوم تلاقي نفسك بتحلمي، لا، دي حقيقة. بص من الشباك يا سلوى، شوفي البلد هنا عاملة ازاي. بلد راقية ومتقدمة وناس نظيفة، يعني لا في زحمة ولا تلوث. اعتبرينا ستي هاجرنا البلد أوروبية أو سافرنا إعارة. إحنا مش كنا بنفكر نعمل كده؟ أنت عارف أنت إيه؟ أنت خاين جاسوس. خاين؟ أنا بطل وطني، خدمت بلدي إسرائيل وليا الشرف، وبكرة ولادي لما هيكبروا هنا في بلدهم هيعتبروني قدوة ومثل أعلى. تعالى هنا هاتلي ولادي، يا إما هقتلك دلوقتي. إهدي يا حبيبي. سيبني يا ابن الكلب. فاكرة نفسك إيه؟ ها؟ فاكرة مش حاضر عليكي؟ أنا ممكن أقتلك في ثانية. أعمل كده، أعمل كده خلصني. لا، أنت هتعيشي معايا أنت وأولادك وغصب عنك، ولو مش عاجبك هشحنك لوحدك على مصر، بس ساعتها لو وقفتي على شعر راسك مش هخليكي تشم ريحة ولادك. اتفضلي اتفضلي، عايزة تخرجي اخرجي لوحدك. ألف سلامة، الباب يفوت جمل زي ما بتقولوا.
صباح الخير. ايه يا جماعه في ايه؟ استهدوا بالله كده واغزوا الشيطان، صوتكم جايب لغايه اخر الشارع، الناس يقولوا علينا ايه؟ بالراحه عليه. وانتي اكيد زعلتي، انا اسفه، انا ما اقصدش ان اتدخل ما بينكم، يعني انا ما عرفتكيش بنفسي. انا رشيل جارتكم في الشقه هنا اللي جنبكم. تعالي حبيبتي، تعالي تعالي تعالي، غيري هدومك واغسلي وشك، ما تخافيش ولادك عندي. ما تستغربيش ان انا بتكلم مصري كويس، انا اصلا يهوديه مصريه بس عشت هنا وتربيت هنا. انا مبسوطه قوي ان احنا هنبقى جيران. ولادي فين؟ جوه يا حبيبتي، تعالي تعالي تعالي، ما تخافيش، ده بنحاس جوزي اتصفى حرب لبنان، يقطع الحرب وسننا، بس هنا بقى بيدوله مرتب كبير قوي. الحمد لله ان احنا مش في دوله تانية، كان اللي زي ده اتبهدل. تعالي 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 يا ولاد. ساره، يوسف، ماما ماما ماما، عايزه ورق قلم عشان ارسم. تعالي افرجك على المنطقه، وبالمره نشتري لها اللي هي عايزاه. بصي يا ستي، المنطقة اللي احنا ساكنين فيها دي اسمها حي باتيان. كل اللي ساكنين هنا محاسبين، ضباط جيش، مهندسين. أهم ميزة في المنطقة هنا إنها قريبة قوي من البحر. لما يجي الصيف بقى هاخدك وهنتبسط ونبلبط، هتتبسطي موت. أنا ملاحظة إن البنت بتكح. هي عندها حساسية؟ بس الشوكولاتة ما بتتعبنيش. ربنا يخليهم لك. على فكرة نسيت أقول لك، ما تقلقيش من موضوع المدارس. على اخر شارعنا من الناحيه دي في مدرسه وحلوه قوي، صحاب المدرسه يبقوا صحابي، وكل صحباتي مودين ولادهم فيها، نبقى نقدم لهم هناك. هتتبسطي قوي هنا. خدوتي صوله في الاخرود. اوكي، عني ازوز يا سيدي. لازم يدوخونا كده ويخلونا نقعد نلف حوالين نفسنا، ولازم نركن في الجراج. بس معلش هم معذورين، الشهر اللي فات في واحد جاب العربيه بتاعته وركنها كده، والشنطه مليانه متفجرات، كان عايز يخش بيها السوبر ماركت ويفجره. انا مش عارف ايه البلوه بتحد في عينا دي، عايشين في امان الله وبلاوه عماله تخبط في وشنا. معلش يا حبيبتي، انزلي انت والواد، انا هحصل، مش تاخر عليك. إن شاء الله هنروح. ذا ايجيبت امباسي بليز. ذا ايجيبت امباسي وير؟ وير؟ شلومة شلومة، بوينا تيجي. ما את רוצה? בוא תראה מה הגברת רוצה, אני לא יודעת מה היא רוצה. מה את רוצה גברת? לא טיפש, היא לא מדברת עברית. היו לי מלא חבר'ה ש... פשוט לא היה מספיק זמן. חייבים להמשיך ככה. מעלה שיהיה יוספים ששוויה. سهلك. لا انا مش عايزه فلوس، بس انا عايزاك تقولي اروح السفاره المصريه ازاي. ما بعرف. طب استنى بس، انا ما اعرفش حد هنا خالص، انت الوحيد اللي لقيته بيتكلم عربي. جوزي خطفني وجايبني هنا غصب عني، وطلع ضابط اسرائيلي بيشتغل في الموساد، اسمه حتى دانيال. الله يسهلك الله يسهلك. طب بلاش توديني، قولي اروح ازاي. بعدي لو سمحت. استنى بعدي. هتيجي معانا ولا اخد الاولاد وامشي؟
سيدة سيونا بليسي ما فارتكا. ايه فارتكا دي؟ يعني فورتيك. وش معنى يعني دي اللي مسكتي فيها؟ عيب عليك، انا بفهم ايطالي على فكرة. ماشي يا عم الغواص. احكي لي على الغطس اكتر يا روبرتو، انا كنت بحب البورصة ودلوقتي بموت في الدايف. فريدة حبيبي دي موهبة، وبعدين يا روبرتو مش اي حد. ولا ايه؟ هو روبرتو ده اسمك الحقيقي ولا النيك نيم؟ شوفي يا فريدة، عشان قلبي ارتاح لك هسيبك تخمني اسمي الحقيقي. وانا كمان. انت اسمك مش فريدة؟ لا انا كمان ارتحت لك يا رامي. صح رامي. اديها كمان زق. بقول لك ايه، الولد اللي قابلناه في ابستراكت كريم. كريم مين؟ ايه ابستراكت؟ اه كريم. كريم 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 ده جاست فريند عادي، مفيش بيني وبينه اي حاجه. فعلا؟ ايوه. مساء الخير يا فندم. مساء النور. بتشربوا حاجه؟ عندك ايه فريش؟ عندي مانجا، عندي ستروبر، عندي جوافه. ممكن جوافه؟ مين دول؟ دي جوافه؟ جدا. جوافه؟ لا عبده بيجيب مع الاجانب قوي. يا بيدو. طب عبده روبرتو بص انا هروح اجيب بس حاجه من ليلى وجايه. اوكي. على فكره مش بس الاجانب اللي بيحبوا عبده. يا نهار اسود. حسن بعك شكله بيشرب ليلى مغات. يا عم ما يشربها مغات والله بوظه، انت مالك؟ ده كده هيقعد في قرابيزنا طول العمر، خلينا نخلص منه بقى. استني قوي. يا دماغك السقع، جوافه قبل التكيلا؟ يا بنتي قلت لك 100 مره مفيش حد حمل دماغك دي. ايه ده يا حسن؟ فودكا بالاورنج يا لئيم. جوافه؟ ليلى احكي لهم على البارتي بتاعت ثانوي لما خلصتي على البار كله وخدتي جايزه احسن رقص بلدي على شوقنا اكتر. شوقنا ايه ده انت بترقصي؟ انا بس بطلت ما بيلوموني والله. حسن قول لهم بقى على يوم العجمي لما نزلت مع الشور روسي الميه بلابيس. بلابيس؟ لا 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 خالص، بلابيس ايه، كنت لابس مايو يعني عادي وان بيس. اه وان بيس كان كاب بس كان جسمه تحفه. ليلى ما بتتهدش. حسن ما بيتهزش. رهان ورقه بميه. بارمن راند تكيلا بسرعه. يا ماما يا ماما الحي. حسن ايه يا بيبي؟ انا لو تعبت انت تشيل، انت لو تعبت اوعى تنزل. انا فريده هتعذبني انا عارفها والله، هتقعد تقولي لي هليكوبتر يا مريم هليكوبتر وسرير بينزل بيا، مش هتصحى قبل سنتين. وانا بنبي مودونيا مش هصحيهم دلوقتي خالص غير واحنا مسافرين. بقول لك انا بصحى بدري قوي، تيجي الصبح نصحى نتكلم؟ لا قولي نتكلم، ما نتفق من دلوقتي نفطر مع بعض. ده نتقابل على الفطار. مش عايزه اقول لك فريده عملت فيا ايه طول الليل امبارح، عماله تقولي لي هليكوبتر يا مريم هليكوبتر، مش عارفه انام منها طول الليل. وانا برضه بنبي من اول ما دخلنا الاوضه نام زي القتيل. ضايعين قوي العيال دي. ميرسي. الله دول عاملين زي الفورتشن كوكيز، كنت بحبهم قوي وانا صغيره. وانا كمان، تعالي نفتحهم. الاشياء ليست كما تبدو وكذلك الاشخاص، انت طلع لك ايه؟ كن واثقا من احساسك. اي كلام على فكره. يمكن. الو ايوه بمب. احنا جايين اهو، مش وقت الكلام ده بقى. طيب انا هروح الحمام على ما تخلص تليفون. اوكي طيب. اوكي يا ليلى. ايوه يا زفت. ايوه يا سيدي ظبطت. ليلى حلوه قوي حلقه الكابوريا اللي انت بتحلقيها لي دي. ازيك يا كريم؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. يومين بلف وراكي في شرم كلها وبيبيهات وفيسبوكات، في الاخر ايه واقفه لوحدك؟ طب على الاقل وريني سبب اللي واخدك مني. اصل انا الموبايل ما بيبقاش معايا، ببقى سايباه في الاوضه. سيبك من الجو ده كله يا كريم، من الاخر كده انا مش بتاع جير فريند وبوي فريند وبوسي مان وكل، انا مش ده جوي خالص، وانت يعني كمان يعني. انا ايه يا ليلى؟ احنا ما لحقناش نعرف بعض اصلا عشان تحكمي عليا، خليش مظاهر تخدعك، انت اعلى من كده. رايحه تياسر النهارده؟ اه غالبا. غالبا ولا شهور؟ لا شهور ان شاء الله. اشوفك النهارده باذن الله. تحلاوي كل مره بشوفك فيها. شوف ليلى. سوري تاخرت عليكي بنت صاحي، مش فاهم حاجه خالص. طب يلا بينا. لا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. يلا بينا.
تفتكر الواحد ممكن يقعد يحوش كام سنة عشان يجيب مركب زي دي؟ زي دي؟ يعني تقريباً 20-25 سنة كده، ده بالتقريب يعني. ده إيه الإحباط ده؟ بس ده لو لوحدك، إنما لو معاك شريك ممكن الموضوع يبقى أسرع بكتير. أنا ما عنديش شركة، أنا لوحدي كائن سعيد. لا ده كلام فاضي، ده كلام بنقوله عشان نضحك بيه على نفسنا. يا سيدي أنا مبسوطة لوحدي. الله يا ست، هو حد يكره يا رب دايماً. طب أنت مبسوط لوحدك؟ أنا؟ لا أنا خلاص اتعودت على كده. عارفة؟ ببقى مبسوط أكتر لما أشوف أصحابي وكل اللي حواليا هم اللي مبسوطين وبيضحكوا. تعرفي مرة عملوا لي مفاجأة وعملوا لي عيد ميلادي في الاستوديو. كنا كلنا موجودين وتصورنا صور كتير قوي. بس هي صورة واحدة جماعية كنا كلنا فيها مبسوطين. يعني الصورة دي اعتبرتها أهم هدية جات لي في عيد ميلادي. طب أقف بقى صورك مع المركب اللي عمرنا ما هنشتريها دي. تبسم. المزيكا يا حسن. مزيكا؟ هي فين المزيكا دي يا معلم؟ ما هي تحتك يا حسن. ما المزيكا شغاله اهي. الهبد ده بتسميه مزيكا؟ ده اسمه ترانس. ترانس؟ يعني اللي عامل الحفله دي واحد كهربائي. حسن حسن يا ابني ما تركزش عشان ما تهيس. ارقص. كنس قوي. ايه ده؟ هي الناس دي سامعه حاجه غير اللي احنا سامعينها؟ يا بنتي هو ده ترانس. سو النبي. ايوه. الو. ايوه يا حسن انتوا فين؟ الو. ايوه يا ليلى. انا مش سامعاك كويس، انتوا فين؟ يا ليلى. الو. الو. بقول لكم ايه؟ هروح اشوفها فين واجي لكم. يا فريده. يا فريده. انت كنت كل ما تصحي واحد تنين واحد. حصل خير، تعالي ندور عليهم. طب انت صحابك معاك؟ ايه؟ صحابك معاك؟ مش مهم، المهم انت. يلا. حسن، ايه اخبار جيستو؟ معاك جامد، اخر حاجتين كمان. الحفلة جامدة جدا فعلا فعلا. بس عن اذنك عشان انا بدور على حد. كويس قوي اني لقيتك، عن اذنك بقى. ايه يا حسن، انا عايزاك. نفورك بيزي برضو. معلش ادينا بندور اهو. بقول لك ايه، مش ده حسن اللي شفته معاكي في ابستراكت؟ إيه؟ اللي مكلبش في البنت ده. اهو. يلا نروح. لا 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 لا، انا بدور على بيت صحابي، انا عايز صحاب كتير قوي هنا. شور شور. طب نروح نشرب حاجه؟ اي حاجه. يلا يلا يلا. والله العظيم هكلمك واعمل لك اد على الفيسبوك كمان. اوكي. وعلى البيبي كمان. اوعى تنسى. لا مش هنسى مش هنسى، بس خليكي واقفه هنا زي ما انت. اوعى تحركي، هروح الحمام واجي لك. بتعملي ايه هنا؟ انا بكلمك من الصبح. ايه العبارة دي؟ مستنى على التليفون في ايه؟ ورا ايه يا معلم؟ اتنين كابل بيرقص، مش محتاجين حد تالت يعني. ما تتدخلش انت، انا ما بتكلمش معاك. انا جاي مع كريم على فكره. ما ده اللي انا بحاول افهمه له. انا سايب صحابي وقلب عليك المكان عشان في الاخر تقولي لي جاي مع كريم. انت بتزعق كده ليه؟ كان في حاجه بيني وبينك. انا عمري كان في حاجه بيني وبينك، ولو كنت فهمت كده تبقى ما
مشكلتك مش مشكلتي، احنا اصحابه بس، فاهم؟ يلا يا كريم. يلا يا حبيبتي. كان قدامك فرصة انك تعيشي في مكان كويس مع راجل بطل ألف واحد تتمناه، بس أقول إيه بقى؟ يلا عرب وش فقر. كحي يا حبيبتي كحي، يكشي تموتي انت واخوكي ونخلص منكم. الو، ايوه دانيال، ايه الاخبار؟ كله تمام ما تقلقش. القوات في الطريق ليكي. احنا مستنيينك. يلا بسرعه. حاسب سبقيني على الجراج، لو ما جيتلكيش في خلال دقيقتين رابع كيلو 48 في مصنع مهجور هناك، فهم هياخدوكي بالليل. ترى خايفت لهيوم مسجد ان كل حقوخ هو في كل شيء ايتو خايفين له الالم. لا يا شيخ لا، دول مراتي واولادي مش عادوا. هدول اعداء ومالهم يهود وكلهم قواني كلام صريخين له الالم في بليئه كفوت يا شيخ. اقعدي في الدواسه دي الاولاد. حسبوا يا اولاد. يلا يلا سكتش سكتش لسه صريخين بس I'm going to go to the hospital.
عشان يعرف مكاننا بسرعة. على يوسف ما تخافش. السلسلة دي بابا الدهالي ارميها. حاضر. انا هقف وانتوا تنزلوا بسرعه. هتكمل تروح فين بس؟ ده اخر الكوبري. قلت لك انزل بسرعه. حاضر حاضر. تعالوا يلا يلا. هي حاجة واللي احنا فيه ده حاجة تانية يا سيد. تعالي شوف عربية نفتحها. انت بتعمل كده ازاي؟ هعلمك لما نرجع بلدنا. يرشيه يرشيه خلاص يا يرشيه. العربية اتقلبت من فوق الكوبري وماتوا كلهم. هستي لخا أغيبي طفوت أخشاف تخا. المصنع ده مهجور بقاله فترة طويلة جدا. أأمن مكان استخبى فيه لحد بالليل. الدواء بتاعها وانا نسيت اجيبه. طب انا هروح ادور على اقرب اجزخانه واجي لكم. طب نيجي معاك. لا هنا امان بالنسبه لكم، ولو جرالي حاجه هبقى ضامن ان انتوا ترجعوا مصر. بستغرب لما بسمع ان في راجل قتل مراته وعياله، لكن الكلام ده دلوقتي ما بقاش غريب. Thank you.
دانيال. صحيح مش هرد عليك دلوقتي، تقدر تبعت رسالة. ارمي المسدس اللي معاك. معقول؟ معقول النهاية هتخلص بسرعة قوي كده؟ ومش هتلحق تشوفها كمان. كل خير. ما تنطقوا. قول لهم. قول لهم ايه؟ قول لهم انت. انتريه بيج مشجر وفازة كبيرة، ناس شيك قوي. لا، وطبق فاكهة كبير. والافراد؟ مش اسئلة اسئلة، ما تسكتوا بقى. ايه اللي جابهم معانا دول بس؟ انتوا مش عايزين معلومات دقيقة؟ خلونا نركز شوية. بيعملوا ايه؟ كده ما بيعملوش حاجة. استريحتي؟ أهلاً. أهلاً. عرفي؟ أنا أشرب كاس. لا لا لا، بعدين بعدين. الله 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 الله. وده كمان؟
واضح ان لولا دي ما بتزعلش حد خالص. انسانه انسانه انسانه. طيب والخمسة في المية بتوعي؟ انا موافق موافق 5%. اكيد اكيد. يلا بينا. طلع ليه طلع ليه؟ هي مين دي اللي طالعه؟ انزلوا انتوا هنا دلوقتي. دي ملهاش اهل يسالوا عليها. تقريبا لقيتها. ايه لولا دي؟ ده انا تعبت. دي مش عوامه، دي ميكروباص. تقدري تعملي لنا منها كوبي؟ طبعا. انت بتبص على ايه؟ مين ده؟ ده الظاهر كان مستني دوره بس زهق. كل الملفات والجوابات جايه لهم من شركه في الصين اسمها واي اس دان كومباني، مشهوره عارفها. كملي يا عيشة. في صفقات بينهم، وبيقولوا في اخر جواب وصل من اسبوع انهم هيبعتوا يقولوا له على ميعاد دفع عربون الشحنه، والباقي هيستلموه من بره. عايز كل المعلومات اللي تقدر تجيبيها عن الشركه دي. ليه هم طالبين موظفين؟ لا يا فالح، هنتعلم صيني. ودي فلوس مدفوعه الناس في الجمرك. هايل. سنتك سودا يا نسيم باشا. في ايميل جه من الشركه الصينيه، وده ظرف واحد سابه ومشي. مش مهم الظرف، الايميل فيه ايه؟ الايميل فيه بيقول لك هيبعته مندوب ياخد 200,000 دولار من تحت الحساب، وهيقول لك تحول بقيه الفلوس على فين بعد كده. والمندوب بتاعهم جاي امتى؟ ما قالوش. طب سيب الظرف واستنيني بره. ايوه، مين اللي بيتكلم؟ حضر 1,000,000 جنيه كاش عشان تاخد الاصل. انتوا مين؟ احنا الماضي. ماضي ايه؟ ماضيك الوسخ. ارجع لورا. هو انتوا 1,000,000 جنيه يا معفن من نجلو؟ انتوا ما تعرفوش انا مين؟ انا هبقلشكوا نهايتكوا على ايدي يا صيح. رد فعله ايه؟ شكله مش عايز يتهدد. طب وبعدين هنعمل ايه في المصيبه دي؟ هو اللي جاب الروح. شانغ كو شي كابالا شي توس واي سي دانغ سومو سومو سومو. يقولون لسيادتكِ إنهم مندوبون شركة واي سي دانغ كومباني وأتونا لاستلام الشيك، هل هي جاهز؟ قولي لهم هكتبه دلوقتي. عايزينه باسم الشركة؟ سيكوكو بانسا بالوني
ياهو كوكو اهو 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 سامو. يقولون انها لابد ان تكون بتاريخ اليوم. بتاريخ اليوم؟ اوكي بتاريخ اليوم. شيكو نومو ايش ام ربو ام غفار صومو. ودي مين دي؟ كولوكو زيني لا زوجته. زيني لا زوجته. خليهم يبلغوا الناس في الصين ان انا هكمل الديل ده من سويسرا. صومو صومو حبيبي صومو. بصص علينا بصص علينا. طب اطلع بالمعلوم اطلع بالمعلوم. سنين سنين يعني مش هزار. لا لا ميمي تيكو لا ميمي. يقولون لك تيكو لا ميمي. يقول السيادة الو. ايوة يا باشا الوفد الصيني لسه ماشي. ايوة صرفوا يا باشا بأمارة سيكونانا ميمي. يا عم اركن وخلص. يا باشا ازي سيادتك يا باشا ازي سيادتك. اهلا باشا ما باحث صيني. ماشي 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 يا باشا. مع السلامة مع السلامة يا باشا. مع السلامة مع السلامة يا باشا. مع السلامة. محدش فاهم حاجة خالص خالص. اوعى وشك اللي عليا. هبقى اسيب لك نمري. يا عم في ايه ما انا هشوفك. طب يا محسن سلام سلام. ايه يا لولا الاخبار؟ فاكس غريب قوي جه يا باشا. يعني ايه فاكس غريب؟ الشركه الصينيه بيقولوا هيبعتوا مندوب ياخد شيك ب $200,000 مقدم العمليه الجديده. نعم؟ اه. ما هم خدوا يا ولاد الكلب. دول بقلشوني. هو في ايه يا باشا؟ مالكيش دعوة. روح البنك شوفي لي مين اللي صرف الشيك. اجري. انزلي. جميلة قوي الجنينة دي. تقدري تقعدي تفكري فيها بهدوء. بس خلي بالك دي آخر فرصة بالنسبة لك. يا إما تعيشي معايا أنا والولاد زي أي أسرة عادية يا إما هرجعك مصر. والولاد هيفضلوا معايا طبعا. البيت مش بعيد. تاني شارع نمرة 48. استنيكي. خلاص يا وشيه انا اديت لها النهارده اخر فرصه. لا 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 متراقبه متراقبه ما تخافش. انا هلعب في الكوره. هكلمك تاني. هقعد مع الولاد ومعاك هنا.
صدقيني انت خدت القرار الصح وعمرك ما هتندمي عليه. انا اسعد واحد في الدنيا. الجورنال اللي بيجيلكوا كل يوم البيت صفحة الإعلانات هتلاقي وظيفة بالعربي قدمي فيها إن شاء الله هترجعوا مصر قريب يا مدام سلمى. خلصتي ولا لسه؟ يلا بقى عشان نروح. يعني ايه؟ شيمي. برافو. ايه ده؟ انت اتعلمت عبري من ورايا ولا ايه؟ لا ابدا، اصل الجورنال ده ساعات بينشر حاجات عربي وبقراه وبتسلى. بقول لك ايه؟ انا بفكر اشتغل. تشتغلي؟ اصلهم عاملين اعلان عايزين سكرتيره بتتكلم عربي. وانا بفكر اقد. ما هو مش معنى ان هم طالبين سكرتيره بتتكلم عربي يبقى كمان طالبين انها ما تتكلمش عبري. ايه المشكله؟ ما فيهاش حاجه لما اجرب. ما ينفعش، انا وضعي حساس وشغل بيفرض عليا ان انا ما احتكش بناس ما اعرفهاش. ماشي ماشي. استني بس، استني. شغل يعني سي في، يعني انترفيو. تقدري تقولي لي لو سالوكي جوزك بيشتغل ايه هتقولي لهم ايه؟ هقول لهم اللي انت عايزني اقوله. هقول لهم انك بتشتغل في بنك زي ما كنت بتعمل في مصر. يا عزة انا محتاجه الشغلانه دي. أنا هنا معرفش أي حد خالص وقاعدة زهقانة وحاسة بوحدة فظيعة ودي شغلانة بسيطة ومش هتاخد مني أي مجهود. أرجوك توافق عشان خاطري. طيب ماشي، لو عايزة تشتغلي بجد سيبيني أشوف لك الشغلانة المناسبة. أنا ليا علاقات واتصالات هنا في البلد وممكن أجيب لك شغلانة أحسن من دي 100 مرة وبمرتب أضعاف اللي هديهولك. علاقاتك واتصالاتك؟ أنا كنت فاكرة إن دولة إسرائيل المتقدمة دولة نظام ودولة عدل وإن محدش يقدر يشق طريقه بالواسطة أو إن ليه قرايب يعني واصلين ولا حاجة وإن الحاجات دي ما بتحصلش غير في الدول المتخلفة. خلاص يا ستي، ما دام أنت عايزة الشغلانة دي وهتريحك ومش هتحسسك بالوحدة أنا موافق إنك تقدمي فيها، بس الأول أتأكد إنها أمان. رجعت في كلامك ولا ايه؟ لا ابدا. طب يلا. بوكرتو. بوكرتو. كفرت الفانو. سلوى نافون. تحكي عربي؟ ايوه. املي البيانات دي. تفضلي المقابلة. تسلح لي هرايون اشي. اشي؟ كان اشي. سادر. خش وانا هستناك هنا. اهلا مدام سلوى. اهلا وسهلا. كنت بتشتغلي قبل كده؟ لا. طب انت خريجه ايه؟ دبلوم تجاره. انتوا
انت مين؟ انا ضابط مصر وجاي ارجعك يا مدام سلوى. ترجعني مصر؟ ايوه. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. يا من تكرم يا رب، يا من تكرم، الحمد لله. بس انا لازم ارجع مع اولادي. ارجعك انت واولادك، بس الموضوع مش سهل، وفي نفس الوقت مش عايزك تخافي او تقلقي. ايه المطلوب اني اعمله؟ انا هعمل اي حاجه. انت طبعا عارفه ان جوزك كان جاسوس. ايوه. انا عايزك تساعديني عشان اعرف معلومات عن الفتره اللي قضاها في مصر. ايوه، قولي بس اعمل ايه بالظبط. مبدئيا عايزك تنقلي لي كل تحركاته وكل اخباره، وانا هعلمك تعملي ده ازاي كويس، وان شاء الله بمساعدتك هياخد جزاؤه. جزاؤه ايه؟ انا ما اقدرش. انت متصوره دانيال ده مصر قد ايه؟ وبعدين انت عارف حقيقتي. ده ابو عيالي، لو جرى له حاجه اقول لهم ايه؟ انا ما اقدرش اذيه ابدا. دانيال ممكن يقتلك انت وعيالك لو وقفتي قصاد مصلحته او مصلحه بلده. ولو مش عارفه ده، خالتك اختفت اول ما سافرت على طول، اكيد قتلها. انت كذاب، انا لسه متكلمه معاها في التليفون. اكيد مش هي، ولو رفعت سماعه التليفون عشان تكلميها اكيد هيمنعك. مش ممكن، مش ممكن. انت كده بتحكمي على نفسك انت وولادك انك تفضلي هنا في اسرائيل وتعيشوا طول عمركم صهاينه. انا مسلمه وهفضل انا وولادي مسلمين عن اذنك. وما تخافش، جوزي مش هيعرف اي حاجه عن المقابله دي. حد يبقى قاعد في البيت ومرتاح ولا انزل اشتغل؟ في حد يقول للراحه لا؟ انا نسيت الموضوع ده خلاص يا رشال ومش عايزه اتكلم فيه. انا هنزل اشتري ايس كريم للولاد، اجيب لك معايا؟ لا شكرا. مش هتاخر عليكي. عامله ايه النهارده يا سلوى؟ انت؟ بصي قدامك وتصرفي عادي جدا. انا مش قلت لك اني مش هقدر اساعدك، عايز مني ايه؟ انا عارف انه بيضغط عليك وان موقفك صعب، بس خدي بالك دانيال بيحاول يعمل لك غسيل مخ باي طريقه. اكيد قال لك كلام وحش عن مصر وان ما فيهاش حاجه انك تكوني مراته. لو صدقتيه تلاقي نفسك من غير ما تحسي بقيت يهوديه اسرائيليه يا سلمى. ما يغركيش الكلام الحلو اللي عمال يقوله لك هنا، انه بيداري وراه حقيقه بشعه. المجتمع عنصري بيمارس كل اشكال الارهاب وبيعيش على دمنا. قدامك فرصه كبيره قوي انك تخدمي دينك وبلدك. ما تضيعهاش. فكري وشوفي حقيقة اللي حواليك يا سلمى. وتأكدي من كل حاجة سمعتيها وشفتيها هنا. لأنها كذبة كبيرة أوي. ولو غيرت رأيك أنا بشتغل في أكسخان الفخر. بتكلمي مين؟ بتكلم خالتي، بس غريبة انها ما بتردش. طب حاولي تاني، يمكن تكون في الحمام ولا حاجة. الو؟ ايوه خالتي. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله، مبسوطين في شرم الشيخ. قولي لي يا خالتي. امور يا حبيبتي. انت فاكره الصوره اللي كنت بتقريها لي كل يوم قبل ما انام؟ اصلي عايزه اقولها لساره ومش فاكراها. ها؟
يوه نسيتها، ده كان زمان قوي يا سلمى. يعني مش فاكراها؟ فاكراها بس عايزه اتاكد. طيب حاولي تتاكدي وانا هحاول اكلمك تاني. ماشي يا حبيبتي. وعزت اخباره ايه؟ عزت كويس الحمد لله. ماشي خالد، مع السلامه. صور مش فاكره الصوره اللي كانت بتقراها لي كل يوم. الدواء بتاع ساره خلص، انا هنزل اجيب من الاجزخان. هترجعني مصر امتى؟ ان شاء الله مش هرجع مصر من غير. اسمعيني كويس وركزي معايا عشان صاحب الصيدليه زمانه جاي. عارفه محطه الاتوبيس؟ ايوه اللي جنب الجنينه. بكره الساعه 11 تقول لصاحبتك اللي جت معاكي هنا انك عايزه تشتري هديه لدانيال لوحدك وتسيبي معاها العيال عشان تطمن. هتركبي الاتوبيس من هنا وتنزلي، وانت راجعه بقى هتركبي نفس الاتوبيس بس من الناحيه الثانيه، اوعي تتلخبطي. لا لا ما تقلقيش، ما نعرف شويه انجليزي هعرف. خلي بالك منه. في عينيا. يا عيني يا عيني على الحب، ده الحب ما قاطع. عارفه لو ما ورتنيش الهديه لما تجيبيها هعمل فيكي ايه؟ لا حاضر، مع السلامه. قولوا باي باي لمامي. باي. ده مش جوزك، ولازم تعرفي ان جوازك منه باطل، ولو حصل اي حاجه بينك وبينه تعتبر زنا. انت بتحبيه؟ ده جوزي وابو عيالي. انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه. اختاري، حطي دينك وبلدك في كفه، حطي الراجل اللي بتقولي عليه جوزك اللي خانك وخطفك انت وعيالك في الكفه التانيه. شوفي مين اهم. بس انا مش هساعدك الا لما توعدني ان مفيش حاجه تحصل. ازاي يعني؟ انت عارفه دانيال عمل ايه في مصر؟ انا مستحيل هسيبه. خلاص انا ماشي. استني، اوعدني الاول. اوعدك. معلش استحمليني، بس في حاجه عايز اعرفها. في حاجه حصلت بينكم؟ استسلمتي له يعني؟ لا. اوعي تستسلمي. أنا لازم أمشي عشان الوقت اتأخر. ثانية واحدة. البرواز ده أنت جبته له هدية عشان سمح لك إنك تنزلي تشتغلي. صحيح أنت ما اشتغلتيش، بس كله سمح لك إنك تنزلي تشتغلي لفتة حلوة يستاهل عليها هدية. وأنت بتدي له برواز فاهمين أنت صرفتي نظر خالص على موضوع الشغل. أنا فعلاً قلت له كده. هاي. ابتديتي تشتغلي معانا خلاص أهو. ودلوقتي بقى أنا عايزك تبتدي تطلبي منه إنه يخرج معاكي كل يوم. طبعاً هو مش هيعرف يعمل ده بحكم شغلته. وبالتالي هيحاول يعوض التقصير ده ويسيبك تخرجي براحتك. هقدر اشوفك في الجنينه كل يوم انت والولاد. ولو زنيتي عليها سلوى زي اي زوجه مصريه اصيله هيترجاك انك تحلي على سلوى. هترجعني مصر امتى؟ قريب ان شاء الله. ولو ساعدتيني اكتر من كده هيبقى قريب جدا. اساعدك ازاي؟ قبل اي حاجه انا مش قادر اوصف لك انك لازم تبقي حريصه قد ايه وتاخدي بالك من كل حاجه. انت في عش الدبابير.
يعني كل نفس انت بتتنفسيه بتراقب. خدي بالك من نفسك. موضوع البرواز عدى؟ عدى يا فندم. في جرس تليفون بيرن دلوقتي في مكتب دانيال. الو. لازم تعرفي ان كل معلومه مهما كانت صغيره مهمه. كل حركه بيعملها دانيال تسجليها في مخك. كل نمره تليفون تحفظيها. وبعد كده تكتبي كل ده وانت لوحدك. وانت في الجنينه مع الولاد انتهزي فرصه انشغال راشيل وارمي ورقه المعلومات في الزباله. انا لما تكتك اولع الدنيا. والله يا ابني برافو عليك. مية مية. يجي منك يا هو ده حوده اللي انا اعرفه. بص بقى يا معلم، العشرة دول على ده يبقى معانا غله 100 100. لا يا معلم، العشرة دول من غير ده يبقى معانا غله 100 100. متصرف انت بقى، شغل دماغك بقى شويه يا هلا. وانت اخترتي مين؟ حوده طبعا. وش معنى حوده يا ماما؟ القلب وما يلي قلب ايه وزفت ايه؟ الدرابه تعجز على المحل. طب خد دول ادفعهم بكره وهات لي الوصل. استلفتهم منين دول؟ ليه هتردهم؟ وانا مالي وانا اللي استلفتهم؟ انت بتدور على ايه؟ الفلوس اللي كانت هنا. عمليه متظبطه ومية مية، بس محتاجه طعم. والطعم هي الفلوس اللي كانت هنا. انت شلتها؟ ما ترد. انا اللي خدت الفلوس، يعني اتزنقت في موضوع كده وخدته. ما فيش مشكله، بس ايه يعني الموضوع اللي انت اتزنقت فيه فجاه؟ يعني موضوع كده يعني. انت هتخبى عليا؟ ايه يا حوده مالك؟ المحل بتاع ايه الضرايب هتحجز عليه. ايه خلاص يا جعفر، هتصرف واجيب لك غيرهم. حتى لو اتصرفت مش هترجع حوده اللي انا اعرفه. بقول لك ايه، ما تكبرش الموضوع، ما كانوش 10000 جنيه دول. لو كان على الفلوس ما كنتش دفعت 30000 جنيه في مستشفى استثماري عشان انقذك من الموت. انت هتعايرني ولا ايه؟ وبعدين ما ال 30000 جنيه دول انا اللي جايبهم بدماغي. دماغي دماغي دماغي. هو ما فيش حد عنده دماغ الا انت؟ ما انا كمان عندي دماغ. وهي كره البنج دي بتسميها دماغ ولا ايه؟ نعم. كده خلصت يا معلم. دماغي بقى شغالها لوحدك. انا هتوب يا جعفر. كل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر روح يا اخي. انت مش فلقتني نتوب نتوب؟ اديني هتوب. هو بمزاجك؟ بمزاجي. يا ريته كان بمزاجك، لكن الموضوع كله بمزاج الهانم اللي خلاتك خايب ومش عارف راسك من رجليك. جعفر كلمه تانية وهنسى كل اللي بينا. وانت خلاص نسيته. ولعلمك التلفزيون ده انا هبيعه، وما تسالنيش تمنه هوديه فين. هي بعيدة عننا. أنا وحودة محدش قدر يفرقنا قبل كده أبدا. اخص عليك يا جعفر، أنت ليه بتقولي الكلام؟ عشان في حاجات مش هينفع تفهميها ولا حتى هتحسيها. حودة يا آية بالنسبة لي مش مجرد صاحب وخلاص، لأ. ده عمر. عمرنا ما اتخاصمنا أكتر من دقيقة. عشان كده ما ينفعش حد يجي ويحرمنا من بعض. أيوة بس أنا حبيت حودة بجد. والحب ده مش هيستمر. ليه؟ فهمت؟ ما اقدرش. صباح الخير يا طارق. صباح الخير يا حبيبي. هو في ايه؟ مفيش حاجة. ايه هنا؟ ايوه وجعفر معها جوه. جعفر؟ ايه اللي جاب؟ ما اقدرش ما اقدرش. يعني ايه ما تقدرش؟ جعفر يا تقولي الحقيقة يا اما هفهم انا غيران منه. ما تقوليش كده. اللي يحبها حودة تبقى زي اختي بالظبط ومتحرمة عليا. طب ما تقولي يا جعفر في ايه؟ ما سألتيش نفسك احنا بنشتغل ايه؟ قلتولي بتبيعوا وتشتروا.
بنبيع ايه ونشتري ايه؟ ما توضح يا جعفر. احنا بنبيع الهوا، احنا ملناش شغلانة. ايه زي ما انا خايف على حوض انا خايف عليك. انتوا ما تنفعوش لبعض. من الاخر احنا نصابين. الكلام اللي قاله جعفر ده بجد؟ يعني بجد؟ طب اتفضل بره، حصل زحمك بره. ماليش نفسي اعمل حاجه، كل حاجه اتعودت اعملها مع حوض. عارفه لما تحس ان الايام بايخه ودمها تقيل؟ فاكر يا جعفر زمان لما كنت عايش معانا وبابا طردك من البيت؟ ساعتها قلت انك ضاعت، بس الحمد لله اديك عايش وكويس. الايام الحلوه راحت خلاص. انا بفكر اسيب له الشقه. ما اظنش ان هو ده الحل. جعفر ازيك يا ست اولجا؟ الله مالك يا واد؟ مفيش. لا مفيش ازاي، ده فيه ونص كمان. قول يا ضنايا، قول انا زي امك. قول يا حبيبي. انا خسرت كل حاجه يا ست اولجا. لا محدش بيخسر كل حاجه ولا بيكسب كل حاجه، انما بتكسب حاجه بتخسر قدامها حاجه، تكسب فلوس تخسر حب، تكسب قوه وجاه تخسر راحه بال. هي الدنيا كده يا عبيط. بس اسمع كلمة بقى حطها حلقة في ودنك. أعز حاجة في الدنيا يا ابني صاحب يحبك بجد بجد. مش هتدخلي تنامي يا حبيبتي؟ لا يا ماما أنا مش جالي دول. ما قلتلك خدي بالك. ماما الله يخليك أنا مش ناقصة. يا حبيبتي يا بنتي، يعني حظك ما يقعش غير في نصاب؟ يعني هو احنا عادلين قوي؟ اوعي يا بنتي تكوني حبيتيه. المشكلة اني حبيته بجد. مالك يا وش الخير؟ البنك حجز على المحل. بتقول ايه؟ وبعدين هنعمل ايه في المصيبة دي؟ نعم، عايزة ايه؟ يا فندم انا جاية وجايبة معايا كل الورق اللي يثبت ملكيتي المحل، وجاهزة اني اتنازل واخد ال 100,000 جنيه اللي حضرتك عرضتهم عليا. ده كان زمان يا حلوة. ليه يا فندم؟ ما احنا لسه فيها. لا مش فيها. اهو انتوا كده فقرة، فقرة وعنتظر. الفلوس تبقى قدامكم تتبطروا عن النعمة لغاية لما يجي الغراب ياخدها ويطير. غراب؟ غراب ايه يا فندم؟ مشكلتك خرجت من ايدي، موضوعك مع البنك. بالسلامة. يعني ده آخر كلام عند حضرتك؟ باردون، الباشا تعبان شوية. لا مؤاخذة. بيريحيه انت. مع السلامة. لولا. أؤمر يا باشا. مساج. طبعا. آية كنت متأكد إني مش هون عليك. أنا مش جاي عشان اللي في دماغك خالص. طب خشي. طب مش هنقف نتكلم هنا. أنا جاي أعرف حاجة واحدة بس. حاجة إيه؟ إيه اللي بينك وبين نسيم؟ طب خشي. أنا عينك كده في عين عليا. آدي يا ستي حكاية عبده المجنون اللي بقى باشا. يظهر إن أنا حظي ما بيجيش غير مع النصابين. أنا لما عرفت جعفر كنا عيال في المدرسة. كنت أنا شبه البالونة وهو شبه الخرزانة. كان العيال دايماً يتريقوا علينا ويضربونا. اكتشفت إن الدماغ دايماً هي اللي بتكسب. مشينا في السكة دي. تقدري تقولي كان دفاع عن النفس لغاية ما بقت شغلانة. كمان ما لقيناش اللي يقول لنا عيب. بس صدقيني يا آية، أنا من يوم ما عرفتك وأنا فعلاً اتغيرت. أنا ما يهمنيش أنت اتغيرت ولا لأ. المهم هتقف جنبي تجيب حقي من نسيم؟ طبعاً. جعفر على السلامة يا عايشة. هي دي بقى العوامة اللي بتتم فيها كل الصفقات المشبوهة. نسيم وصل.
طب يلا بينا يا جماعة. والمانجا. يلا. انا على يمينك. اعمل نفسك شفتني بالصدفة. صباح الخير. اهلا استاذ مختار. اهلا بحيك. انا يمكن تكون ثقتي فيك مش كاملة، بس انا عندي امل انك تساعدني. وانا تحت امرك. انا عايزة كل ورق المشروع اللي بيتعمل دلوقتي، وعايزة عقد. يعني باختصار يا استاذ مختار، انا عايزة كل الورق اللي يكشفني. بس الوصول لورق زي دوت فعلا مش سهل. المهم انت موافق. انا لو لقيت ورق يكشف مراد او يطلعه حرامي انا هسلمه لك، لان ده حقك. ولو ما لقيتش يبقى كاني ما سمعتش العرض من اساسه. ها قررت ايه؟ بكره هقول لك. ما تردي. كفايه بقى، لعلمك دي كانت ندى وما رضيتش اقول قدام خالد. بتخافي قوي على مشاعر الناس. اللي بحبهم بس. محمد انا عارفه اني غلطت. يا ريت تكوني اتعلمتي حاجه بجد. محمد انا انت ايه؟ عايزك تجيب لي بوتاجاز. بوتاجاز؟ بوتاجاز؟ بوتاجاز استني. مراد عامل كارثه هروح فيها انا وانتي وكوثر هانم والقريه. طب بالراحه بس، فهمني بالراحه. مراد مزور عقود شراكه مع مؤسسات عالميه بحس المنتجع اللي بيعمله هنا، وسحب قروض جامده جدا من البنوك اللي هنا بضمان القريه والعقود دي. وبعدين مراد لو خد الفلوس دي وهرب بيها بره، القريه هتضيع من كوثر هانم، وانا هتسجن. طب وانت هتتسجن ليه يا استاذ مختار؟ انا مسؤول الشؤون القانونيه، والعقود دي انا كنت مجهزها، بس مراد زور التوقعات اللي عليها. تقولي يعني تيجي لحد هنا؟ خير. انا مش فاهم انتوا عايزين مننا ايه تاني. مش كده امال يا اولاد؟ مش كده. اتفضلي يا ندى، اتفضلي. انا مش جاي ادافع عن نفسي، كل اللي انا عايز اقوله ان نتسرق زيهم. اذا كان في حد بيضحك على التاني يبقى مراد اللي بيضحك علينا كلنا. الدوسيه ده فيه كل الورق اللي يثبت ان مراد حرام. ممكن تستخدموه عشان تدافعوا بيه عن نفسكم. في كمان العقد بتاعي، ممكن تقطعوه لو عايزين. ندى احنا ما حدش فيكم فهمني، او ما حدش فيكم عرفني بجد. حتى اللي انا كنت فاكره ان هو بيه، يعني ما حدش فيكم اداني فرصه اني ادافع فيها عن نفسي. يا ندى احنا كلنا حبيناكي، بس صدمتك كانت جامده. ده ورق خطير جدا. عن اذنك استنى. رايحه فين؟ معلش اصل انا لازم اسافر عشان مختار يلحق يبلغ النائب العام. على فكره خالد مسافر. ايوه مسافر. مسافر معاك مصر. طيب انا هحضر حاجتي واكلمك على الموبايل. طيب انت عارف هتعمل ايه مش كده؟ طب قول لهم يجهزوا لي المركب. لا مش دي، التانية. برضو مقبول. انا كده قلقت جدا. ليه؟ هي مش قالت راح القرية تلم حاجتها؟ اه. امال انت قلقان من ايه؟
اروح لها؟ روح. تيجي؟ هاجي. طب الورق؟ ما تقلقش انا خبيته كويس. طب يلا بينا. كلم جو خليه يجي لي. حاضر. عقبال ما نغير هدومنا يا جماعه. بسرعه. الف بي؟ ايوه. ما تتفضلوا وتتغدوا معايا، اصل ما بحبش اتغدى لوحدي. احنا مش جايين الضيف. هي ندى فين؟ وانت بتسال ليه عن ندى؟ انت عارف انا بسال ليه. هي فين؟ عموما احب اطمنك انها بخير. هي بس راحت تستعد علشان السفر، اصل انا وهي هنتجوز ونقضي الهاني مون بره مصر. هي ما قالتلكش ولا ايه؟ مكفوف بقى من الجنان اللي انت فيه ده. بقول لك ايه، هو فايل صغير هبعته للبوليس وهم هيوصلوك للنيابه. اه ده بالنسبة للورق اللي وصل لكم. دي كانت غلطة بتحصل في أي شركة كبيرة، وإحنا قدرنا نحدد مين الشخص اللي ورا الغلطة دي وصفينا حسابنا معاه. مختار، ما أنتوا عارفينه. الدور الباقي بقى على الناس اللي لسه ما صفيناش حسابنا معاهم. لو ندى حصل لها حاجة هتدفع الثمن غالي جدا. يلا بينا يا عم حمزة. حبيبي أنت صعبان عليا، كل ده عشان بنت. يا خسارة الرجالة. يلا يا عم حمزة، يلا يا عم حمزة. طب سيبها وشوف. لقيت الورق ولا لسه؟ الورق اللي انا حبسك بيه مش كده؟ خالد برافو عليك. بقول لك يا خالد، لو يا حبيبي عايز تشوف ندى تاني، الورق اللي في ايدك ده يكون عندي في المينا قبل الساعة 2. سلام يا حبيبي. We'll be right back.
تموتها. الهدف واضح، تعامل معاه. الهدف غير واضح، الهدف غير واضح. انا مش محتاج اكتر من واحد فيكم بس. ندى، 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 فوق يا ندى. ورجعنا لكم تاني وبرنامجكم دكتور حب. من زمان وانا بحب اتفرج على افلام الابيض واسود، كنت باخد بالي من حاجه مهمه قوي. الناس كانت بتحب بعض بالشياكه، حتى الاغاني كلامها كان محسوس ورقيق. انما دلوقتي الولد بيقول للبنت خليها تاكلك. يخرب بيتك وبيت اهلك وبيت اللي جابوكي بالمره. بس يظهر إن الوقت بيسرقنا، الخوف والمصلحة والقلق خلونا نحب بسرعة. تكاوي زي السندوتشات الجاهزة كده، محنا حاجة غريبة أوي. الأكل اللي احنا بنتعب فيه واحنا بنحضره بيبقى طعمه أحلى بكتير. وبناخد أول اتصال معانا. ألو ألو، مساء الخير. مساء النور، اتفضلي نتعرف بيكي. أنا دقت قلب. دقت قلب حضرتك بقى اللي بتكتبي عني في المجله وهرياني معاها. اتفضلي يا انسه، احنا تحت امرك. يا سلام، يعني هي البنت مولوده وفي دمها الاذيه؟ هو حضرتك ما بتنزلش الشوارع ولا ايه؟ ما بتتفرجش على الاولاد اللي عمالين يضايقوا البنات ويبصبصوا لهم في رايحه وجايه وفاكرينهم سخره لخيالهم وكيفهم؟ من الاخر انا مش قصدي هجمك على فكره، وانا ما اعرفكش خالص، وانا من البنات اللي انت بتشتكي منهم الحمد لله، بس الله يكون في عونها اللي تفكر في واحد زيك شكاك، فاكر الدنيا كلها ماشيه شمال وهو عايزها يمين. كلنا فينا الوحش والحلو على فكره. الو الو الو، انا متشكر جدا يا انسة على وجهه نظرك اللي كلنا بنحترمها في البرنامج. هو حضرتك اسمك ايه؟ ليلى، اسمي ليلى. يا جماعه ما تصحوا معايا شويه. حسن فيها حسن؟ احنا معاك يا حسن. فيها حسن لما تطلع ليلى دقت قلب او دقت ليلى هو قلب؟ لا فيها بمبم فيها، يعني الكلام اللي قالته لي دلوقتي في التليفون وكمان المقالات اللي بتكتبها غير ليلى خالص اللي انا اعرفها، يعني السهر والشرب كل الكلام ده كان كدب في كدب. يعني معلش يا حسن، عشان احنا مسقطين وعايزين ننام جدا، فممكن تقول لنا انت بتفكر في ايه؟ انا حسن افتخر وقت بالاخر. الله يخليك. انا بس عايز اعرف، يا ليه كانت بترسم عليا دور الصايع من الاول
لما هي اصلا مش عاجبها الحال المايل؟ عشان هي اتعرفت عليك في بار يا حسن. يا حسن افهم يا حسن، مفيش واحده هتمشي مع واحد كل ده وضد مبادئها الا ما تكون معجبه بيه زيك انت بالظبط. وبعدين بقى سيبك بقى من الحوارات دي كلها، ولا ايه يا عم مليجي؟ شفت بقى عايز انت بقى ايه من ليلى بالظبط؟ عايز ايه من ليلى؟ عايز اتاكد انها بتفكرش في الواد السيس ده، وان انا ما كنتش كوبري. يا حبايبي عبدو ازيك؟ الحمد لله على السلامه. ايه ده لولا، ازيك اخبارك ايه؟ تمام. عبدو جه مصر عشان يقابل مامي وبابا. لا مبروك يا فريده. ايه يا حبيبتي اللي انت عاملاه بنفسك ده؟ شارم ستايل بقى، السكه الجديده. ربنا ما يحرمكيش من هبل ابدا يا فريده. مبروك يا اولاد. الله يبارك فيكي. انا سليله، ممكن الورد عشان حضرتك. عشاني انا؟ ايوه. مين اللي بعته؟ مش عارفه، ده ما عرفوش كارت حتى. اكيد حسن. لا اكيد مش حسن، ده اكيد كريم. كريم اخس. ايه يا حسن انت هتنخي من اولها؟ انت مش كنت عايز تتعرف على دقه قلب؟ خد ذاكر بقى، ادي كل الاعداد اللي فاتت. انا من رايي انك تكلمها يا حسن. ايوه المفروض اكلمها طبعا، بس اكلمها اقول لها ايه؟ حسن انت هتكلمها من غير ما هي تعرف. ايه ده ازاي يعني؟ ستيوبيدز. اس 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 الو. تأكيد يا نسا ليلى، انا دكتور حب. يا ترى الورد عجبك؟ هو حضرتك اللي بعت الورد؟ ايه المناسبه يعني؟ اقل حاجه ممكن ارد بيها عليك يا نسا. وعلى فكره انا قريت كل اللي انت كتبتيه قبل كده، وعايز اقول لك كمان ان البنات اللي زيك اليومين دول ما بقوش كتير خالص. البنات اللي زيي مش كتير ازاي يعني؟ وحضرتك انا ليا تصنيف محدد؟ الكلام اللي انت كاتباه ده كلام واحده عايشه في عالم ابسط من اللي احنا عايشين فيه. أنا عن نفسي خلاص كنت ابتديت أحس إن اللي زيك مش موجودين اليومين دول. لا هو أنا مش فالتة في التاريخ يعني، أنا بتكلم بلسان حال كل البنات في البلد. أنت عارف إن قصاد كل بيبي ولد بيتولد في ست بنات، عشان كده بيمرمطوه ويبهدلوه. يعني أنت عايزة تفهميني إن أنت ما قابلتيش راجل واحد في حياتك؟ لا قابلت، بس الحلو ما يكملش بقى. يعني إيه الحلو ما يكملش؟ يعني طلع خفيف، أي واحدة ممكن تشده وتاخده من إيده ويمشي بيها عادي. لا فكري كويس يا ليلى، ممكن تكوني ظلماه. لا ما خلاص بقى، ما بقاش ينفع. وبعدين هو مقضيها مع واحدة تانية وشكله مبسوط. يمكن يكون لسه بيحبك. يحبني؟ تفتكر؟ افتكر. ليه لا؟ لازم تجربي وتكلميه، لأنه يمكن يكون هو كمان عايز يتكلم وخايف. كل ما بشوفه ببقى عايزة أجري عليه وأتكلم معاه، بس أول ما بلاقيه في وشي بسكت. وهو كمان بحس إنه عايز يقولي كلام كتير بس بيسكت. انا مش عارفه اعمل ايه. وانا بصراحه مش هقدر اقول لك تعملي ايه، بس كل اللي انا عارفه وفاهمه ان كلمه بحبك لازم تتقال، تتذاع يا ليلى. عمته بتقول لك ظبطي الكام سطر دول تاني. اوكي ماشي. في ايه يا ليلى مالك؟ بفكر اروح لبمبم ودنيا الدوبلاج النهارده. بمبم ودنيا برضه؟ انا خايفه قوي يا فريد. يا بنتي ما تخافيش، مش احسن ما انت قاعده تشخبطي في الورق كده وتهري تنكتي في نفسك؟ استنى. ايه ده اللي اتفقنا عليه؟ تحبي اجي معاكي ليه؟ عشان يقول عليا هفق؟ صح كده تربيتي. ميرسي يا فريد. هو ده الجلاش؟ اه هو ده الجلاش. انا اصلي كنت قاعده فاضيه فقلت اجي العب معاكوا شويه. هو الدوبلاج بيبان لناس فعلا كتير قوي انه لعب، اما في الحقيقه هو مهم قوي. كلنا بنعمل دوبلاج لنفسينا واحنا مش واخدين بالنا،
بنركب وشه قدام اللي حوالينا، واحيانا بنحط عليه صوت كمان، ويمكن العكس. يمكن العكس. طيب كل سنه وانت طيب. وانت طيب. طب افتحها، مش يمكن ما تعجبكش؟ اكيد هتعجبك. أنا عارفة من غير ما تتكلم ولا تقول أي حاجة. حسن! طب نور اللمبة الحمراء يا أخي. أستاذ عزبي مدير المحطة، أنسة ليلى أو دقة قلب. أنتِ بقى الصحفية اللي هريانة في الجرايد. لا أبداً والله يا فندم، ده أنا خلاص أنا ودكتور حب أنا بس فريندز، خلصت. لا يا شيخ. طب روح أنت يا حسن شوف اللي وراك إيه. حاضر. ليه هكون عندي. ده إحنا هنقعد أنا وهي نسمع حلقة الدكتور حب، ما تقلقش. قولي لي بقى اللي عاجبك في حسن، الراجل ولا المان؟ الاثنين. مساء الخير على كل مستمعينا، واحنا النهارده معاكم مع حلقه جديده وبرنامجكم دكتور حب. الحقيقه الليله دي حلقه مهمه جدا على الاقل بالنسبه لي، والاسبوع الجاي ان شاء الله دكتور حب الحقيقي هيرجع لكم تاني. اسمحوا لي الاول قبل ما ابتدي الحلقه اني اعتذر. اعتذر للي كلامي في وقت من الاوقات جرح واوديه، وخصوصا البنات. البنات اللي انا زعلتهم مني قوي الاسابيع اللي فاتت، انا اسف. تاني حاجه كنت عايز اتكلم فيها وهي حاجه مهمه قوي، هي الحب. الحب ومن غير اي هزار ولا تريقه اهم حاجه في حياتنا. يمكن يكون السبب اللي معيشنا دلوقتي هو الحب. العشره بين الناس حب، حبك لاهلك، لجيرانك، لاصحابك، حتى مديرك في الشغل. يا ريت كلنا نقدر نقدر قيمة الحب، لأنه حاجة مهمة جدا اليومين دول. على قد ما الكلمة تبان بسيطة وسهلة، لكن أكيد ربنا ليه حكمة كبيرة أوي في بساطتها، لأنها بقت عملة نادرة. لو لقيتها حافظ عليها. كل اللي هقدر أقوله لكم إنه مهما حصل، بلاش الظروف والدوشة والزحمة والخبط اللي إحنا عايشين فيه يغيروا مننا. بلاش بسبب موضة أو أي حد مأثر فينا نغير من نفسنا من غير ما نحسب التأثير ده يكون إيه. مرة سمعت حكمة جميلة قوي من حد أنا بحبه. الأشياء ليست كما تبدو، وكذلك الأشخاص. حد بحبه، بحبه قوي. أنت زي ما أنت، وأنت كمان خليك زي ما أنت. مش لازم نلبس وش عشان نعجب التاني، مش لازم نغير من نفسنا وخلاص عشان نعجب. الحكمة التانية اللي كنت عايز أقولها لكم النهاردة في حلقتنا، كن واثقا من إحساسك. وانا عن نفسي من ساعه ما ابتديت افكر في الكلام ده وكل حاجه اتغيرت. في انتظار رسائلكم ومكالماتكم معانا في الحلقه. والاغنيه دي اهداء مني شخصيا ليكم. طب والله العظيم والله العظيم والله العظيم كنت حاسه ان ده انت. انا ليه عملت فيا كده؟ ليه ما قلتليش على طول؟ بيتهيألي احنا الاثنين كنا محتاجين نتأكد. وعموما كلها 3-4 سنين بالكتير قوي. على ما نتأكد؟ لا، على ما نشتري المركب سوا. انا بحبك. انا كمان وبعدها نبحث عن مكان نسهر فيه. إذا أعمل عملك حتى العمل ممكن أن يكون ممتعا كالراحة. اللي اتفقنا عليه بيحصل. احنا كده هنتأخر على الحفلة التانية. طب يا علا اعمل ايه؟ ما انت شايفة ماما. ندى اتفضلي اتفضلي. Well, why do we even have to be here? It's not my fault. Listen, I have to go see my mom, okay? يا ولا اتأخرت كده ليه؟ مش عارف، عمال اطلبها وما تردش. ايه يا ولاد؟ هنبتدي ايه؟
يلا يا جماعه علشان الناس ابتدت تزهق. والنبي يا جماعه استنوا شويه، استنوا شويه. حاضر يا سيدي. هزروا هزروا ماشي ماشي. ندى حبيبتي كبرتي على الحاجات شايف؟ مامي ممكن بس استأذن just an hour؟ لا. طب half an hour؟ لا. طب الساعة كام؟ بس في حاجة؟ لا مفيش. لا يا حبيبي اتفضل خير كله. كل بصحتك. بصحتك. مبروك. الله يبارك فيكي، لو كنت عارف انت فين كنت جيت جبتك. المكان حلو قوي. عشان انت فيه. انا هسلم عليكم كلكم وامشي على طول. ومستعجله ليه؟ احنا بقالنا كتير مستنيين. معلش اصل علا معايا ولازم تمشي. كنت متأكد انك هتيجي. اشمعنى؟ علشان تباركي النهى. بس يعني 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 المكان. انا عندي بلاغ ان انتم مخالفين، لو سمحت انا عايز الرخصه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا. ايه يا جماعه؟ ايه مش سالتكم معاكم تصاريح ولا لا؟ قلتوا معانا؟ ما احنا كل مره بنفرش بره محدش بيقول لنا اي حاجه، اشمعنى المره دي؟ امين الشرطه جوه قال ان المحضر ده كايدي. خلاص يا اخوانا، يبقى لازم نعمل تصريح علشان نبقى في الامان. هتاخد وقت، انا عارف روتين كويس، وبعدين احنا لسه اول يوم. يبقى دي مقصوره يا فندم. دخلت البوليس عليهم كل شويه هتزهقهم يا فندم، وان دي عيال مش حمل بهدله، يعني لو كل يوم عملنا لهم مشكله زي دي اسبوع بالكتير هيسيبوا المكان. بس كتر بقى من الحاجات دي. يمكن اللي منشف دماغ البنت صاحبه الارض الشله اللي حواليها، بس يعني دي مساله وقت. لو الطريقه بتاعتنا ما نفعتش هنشوف طريقه غيرها. وقت ايه؟ انت فاكر ان انا لسه عندي وقت؟ وكمان دفعوا غرامه في الاسم عشان الكراسي دي. خالد اتكلم. ازيك يا نهى؟ اتفضلي. لا معلش اصل عندي شغل كتير قوي في الاتيليه. المهم انا جبت لكم تصريح مؤقت عشان تعرفوا تشتغلوا من غير ما حد يضايقكم. احنا مش عارفين نشكرك ازاي. لا لا مفيش حاجه، هتلاقي التصريح باسم نهى على فكره، وابقى سلمي على الجماعه. يوصل.
هنشوفك بكره. يا اوكي شور. في حاله جوايا مش عارف اوصفها. حاول. مبسوط بس متضايق شويه، او فرحان. لا فرحان، بس عايز اعيط سنه. انا سخن ولا ايه؟ بعينها غمزت. انت مش سامعني اساسا. بالعكس انا مركز معاك قوي، بسمع بود وبشتغل بالتانيه. اشمعنى انا مش عارف اصطاد ولا سمكه؟ يعني السمكه بتحب المسايسه، لما تشبك سايسها، فهمني؟ فاهمك. التصريح المؤقت ده هينفعكم كتير، وعاد الإيجار القديم ده مهم جدا. طيب الحمد لله. طب وايه المطلوب مننا ساعتك يعني؟ هتطلع لجنة تعاين وبعد كده يجي قرار اللجنة. طب والقرار ده هياخد وقت كتير؟ هو عملت باخد وقت كتير، بس انا اروح معاهم عشان يخلص بسرعة. طب ولا ساعتك ايه؟ بما اننا جيل واحد يعني يا ريت نختصر في الإجراءات، ويا ريت يا ريت نمشي بس. ايه ده؟ جماعة دي ولا ايه؟ ايه ده؟ انتوا تقربوا لندى هانم؟ لا ما تتخدش، واحنا ما نقرب لهاش يعني، واحنا مجرد صحاب. ده في توصيه جامده جدا، والموضوع هيخلص النهارده، يعني هيخلص النهارده. طب بقول لك ايه، يلا بينا نمشي قبل ما نتعدي عشان انا قررت اخد الدور. هو لازم يتدرب عشان يتعلم؟ لا خالص، انا مش بضربه اهو، انا بس بسمعه الصوت. تعال انت فاهم الخيل غلط. الحصان ده كان حساس جدا ووفي ورقيق وعنده كرامه، مش كده يلا ولا ايه؟ هو بس محتاج شويه تشجيع وطبطبه، ولو عرفتي تصاحبيه يعني ملكتيه طول عمرك. اصل انا المره الوحيده اللي ركبت فيها خيل كنت وانا صغيره، وقعت كسرت رجلي. اكيد عملتي حاجه غلط. تعالي. لا ما عملتش. تعالي تعالي يا خيل، هاتي ايدك، هديكي الجزره عشان تاكليه عشان يتعود عليكي. ايه ده؟ لا نو واي، مش هقدر، مش هعرف اكله، مش هعرف اكله. ده ايه؟ مفيش خالص. سندباد هوب هوب هوب. Thank you.
اقول لك سر؟ قول. اول مره شفتك فيها حسيت اني اشوفك تاني، بس امتى وازاي ويعني كده ما اعرفش. مره شفتك فيها يوم غريب جدا. اولا انت كنت بتغلس عني. لا 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 لا. Yes you were. No. Yes. اوكي. ثانيا انت عامل حادثه فظيعه. حادثه؟ يا ساتر يا رب الحادث. لا هي بجد كانت حلوه قوي الصوت بتاعت المطار. ليه بنسميها صدفه؟ I believe so much in destiny. قدر؟ ايوه. هي لما شفتك اول مره كانت عادي، تاني مره كانت عادي يعني برضو بس كده، تالت مره destiny. destiny. Yes. قدر. في حاجه في احساس كده. في مجنونه.